بسم الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. حبيباتي السلام عليكم، نتمنى تكونوا بألف خير وبصحة وعافية رب. حبيباتي الغاليات، اليوم أول يوم في رمضان عند الدول كاملة إلى المغرب وبعض الدول. نتمنى لكم رمضان مبارك حبيباتي. غدا يوم الثلاثاء هو أول يوم رمضان عندنا إن شاء الله. حبيباتي الغاليات، نصيحة من أمي عطاتها لي وقالت لي أعطيها للبنات اللي معاك في القناة، للسيدات كاملات. هي نصيحة الصراحة مني جيت نفكر فيها لقيتها من ذهب، وأمي كانت كديرها لنا فاش كنا صغار، أيامات الامتحانات وأيام فاش كيكون رمضان، مع أنه حنا في أيام فاش كنا صغار في أوروبا، وكان أنا كان أنا أما أخوتي صغر مني لأني أنا الكبيرة فيهم، الكبير هو الله سبحانه وتعالى. ما كانش عندنا القنوات العربية، عقلتو فاش في الثمانينات ما كانش القنوات العربية، كانت غير القنوات الأوروبية. ولكن أمي كانت في رمضان كتشد التلفازة، عقلتو دوك التلفازات القدامات اللي دايرين بحال هكا دوك الصنادق، وكتدورها للحيط وكتغطيها وكتخليها رمضان كامل. كيجي با من خطرات كيقول بغيت نسمع الأخبار، تقول ليه سمعوا في الراديو، ما تخدمش التلفازات الدراري رمضان هذا وهذا، وكيفيقوا بكري وخاصهم عرفتوا القراية ديال برا. المهم ما عليناش، نرجع لكم. دابا هاد العاده هذه انا ما كنتش كنطبقها مع وليداتي، ما عمري درتها، ولكن كنت كنديرها ايام الامتحان. مثلا الامتحانات كنغطي التلفازه كنقول ما كايناش، لان حنا كنفضلوا نتفرجوا في يعني في مكان واحد. عند كاينه التلفازه في بيت ولدي وكاين هذا، ولكن اصلا ولدي ما كيخدمش كاع التلفازه بزاف في بيته، الكثيريه تاع في الدراري ولاو غير مع السمارت فون ومع هذا. لهذا حبيباتي نتمنى، لانه اكثر العائلات ملي كيجلسوا على الفطور كيخدموا التلفزيون. هنايا حنا غادي ندير واحد التحدي، غادي اليوم نغطوا هاد التلفازه ديالنا، شدوا هاد البطانيه هذه، نتوما على كل حجم التلفازه ديالكم غطوها بشي حاجه. المهم حيدوا لها هذا، حيدوا لها التريز ديالها. رمضان كله هاد التلفازه غاديرها، بغينا الاخبار غادي نشوفوها في اماكن اخرى. غادي نشدوا هاد التلفازه هذه، غنديروا عليها ديروا عليها التسابح بحال هكا، اللي بغى يسبح وحطوا القرآن وديروا السجادات عليها بحال هكا. عاود ما غادي تلهينا غادي تولي تذكرنا في التسبيح في الصلاة قراءة القرآن بحال هكا. واي حاجه عندكم ديروا فيها ادعيه هنايا، شدوهم بفنيتات بمقبطات بالسكوتش باي شي حاجه، غير ماشي على الشاشه، لانه من بعد رمضان نبغوا نشوفوا الاخبار نبغوا نتفرجوا في شي حاجه، ولكن هذا الشهر نخلوه للعباد. نتمنى حبيباتي هذا الفيديو يعجبكم، واني بكم راني نحبكم كامل.